معايا بقى، انتوا شايفين انا عايزين كده نقرب كده من هنا، بصوا كده اللحمه هتلاحظوا انا ما قلبتش ولا جيت ناحيتها، انا عايزه اعمل كده واعمل كده. هتلاقوا هنا بقى ايه اللي حصل معايا، هنا معايا في لون احمر، في حته كريسبي معايا مسكت نفسها، هو ده اللي انا عايزاه. وهنا الريحه الفظيعه بقى برضو مش هاجي ناحيتها، هسيبها برضو لحد ما الجزء التاني ده ياخد لون. شفتوا بقى؟ بعدين هبدا بقى ايه افرفطها كده، بصوا واشوح بقى. دي طريقه اللحمه المعصجه الصح. طبعا انتوا هتشوفوا بقى الزيت ده ظهر منين يا ساره، ده انت قلتي مفيش اي ماده دهنيه. ما هو ظهر من ايه؟ ان اللحمه كده كده اوريدي فيها الماده الدهنيه بتاعتها. بصي كده تمام. هنعمل ايه بقى في التوقيت ده؟ هوسع في النص كده واعمل ايه بقى؟ خليكي معايا ما تروحيش ولا هنا ولا هنا، اجيب بس ايه معلقتي حبيبتي، ادي معايا اهو كده، وزي ما قلتلك كمان تقليبه كده حلو قوي كده، اوسع بقى في النص كده، وهنزل بنص معلقه صغيره من الثوم المفروم اهو كده. ايه رايك بقى في الكمال ده؟ بصي هجيب بس كده معايا ايه السباتشولا دي، بحبها اكتر بصراحه، محمصي كده بقى التوم. انت كست بيت واقفه في المطبخ بتسلقي المكرونه على عين، والعين الثانيه بنعمل معاها البشاميل زي ما انتم شايفين كده، تفضلي تقلبي ما يعني ما تمليش. وهنا كده اهو ريحه التوم معايا طلعت، يا سلام سلم على الجمال. هعمل ايه بقى في النص كده؟ هروح نازله بالبصل. البصل عندي انا فرماه في الكبه بس مش في الفرم الناعم قوي، مش عايزاه ميه، فرم متوسط يعني مش خشن ومش ناعم قوي. ننزل كده في النص ونقلب كده، وبعدين ندي كله مع بعضه كده. عايزه اقول لك هتعملي شويه مكرونه بشاميل يا لالال. طبعا في ناس تقول لك بصلايه على نص كيلو اللحمه، انا شايفه ان الموضوع يعني في الظروف اللي احنا فيها دي لو هتستخدمي نص كيلو لحمه حطي نص كيلو بصل، مع ان البصل نفسه بقى غالي الواحد مش عارف يعمل ايه والله. نقلب كله مع بعضه كده كويس، وهنوسع في النص كده، وهنا بقى الشغل العالي يبتدي. الشغل العالي يا جماعه لما تحمصوا البهارات هتدي لكم طعم عالمي. احنا دلوقتي هننزل هنا بالبهارات بتاعتنا، بصي ملح معلقه صغيره من الملح، انا قايله لك المقادير مظبوطه علشان تقومي على طول تشتغل. وهنا برضو بقلب اهو، ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، رشه من جوز الطيب، على فكره هو كان حاطط لي البهارات كلها هنا اهي، معلقه صغيره من الملح، ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ورشه من جوز الطيب. تمام كده هحمر في النص هنا بقى كده، تشمي بقى ريحه الملح والفلفل الاسود، شمي بقى شمي وقولي يا لهوي. وبعدين نقلب كل ده كده مع بعضه، حلو ده. وبعدين هننزل بطماطميتين مفرومين في الكبه. بصي انا مش عايزاكي تضربيهم في الخلاط بميه، لا الطماطم دي بقى اللي بتدي التسكيره بقى، دي بقى اللي يعني ايه تيتا الله يرحمها كانت تعملها كده، ونحس ان الدنيا تحفه. هقلب بقى كده كل ده مع بعضه واسيبها على النار تستوي. عايزه اقول لك هتاخد معاكي 7-8 دقايق وهتبقى زي الفل. ايه رايك بقى في الكلام ده؟ الموضوع سهل وبسيط. هنا بقى معايا البشاميل اهو بيبدا يمسك معايا، هنضيف له بهاراته، معلقه صغيره من الملح، ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ورشه جوز الطيب. هننزل بالكلام ده ونقلب كده. في ناس بتحب تضيف للبشاميل فلفل ابيض علشان لونه ما يغمقش، بس انا اتعودت عليه كده بصراحه. نقلب نقلب كده. بصي بقى البشاميل علشان يبقى معاكي طعم ستي وستك، طعم مامتي ومامتك، اللبن يكون اللبن الجاموسي اللي بخيره مش اللبن المعلب مبدئيا اللي هو في قشطته ده. طيب انا عايزه اقول لكم ان احنا النهارده عاملين طاجن مكرونه بشاميل بيزك. انا عارفه ان انا قلت لكم في شويه جبنه موزاريلا هنضيفهم على الوش عشان يديلي اللون الرهيب والحاجه الفظيعه، بس انت ممكن تستغني جدا عن الخطوه دي وتعملي ان انت بالبشاميل فقط والقشطه. فانا النهارده كل اللي هضيفه فقط لما يمسك معايا الايه الجبنه الكريمي. يعني يا جماعه زمان اللبن كان بخيره قوي، كان اللبن بخيره وبقشطته وبسمنته. يعني انا لسه اول امبارح كنت جايبه لبن من البلد، يعني جاي لي لبن من البلد، اللبن في اللبانه عامل طبقه سمنه. فانتوا بتتكلموا في ايه؟ احنا دلوقتي بنحاول نعوض الطعم ده ان احنا نضيف كوبايه كريمه، معلقتين قشطه، معلقتين سمنه، بنحاول نقوي الطعم اللي هو ضعف. طب الطعم ضعف من ايه؟ مش عيب مني ولا منك خالص،
العيب ان الحاجات كلها بقت معلبه، مش زي الاول، مش بخيرها، مش بقشطتها. جربي كده، خلي اي حد جاي لك من البلد، كل واحده فينا ليها اصل في حته معينه، اللي اصلها منوفي، انا زي اصلي منوفي، اللي اصلها شرقاوي، اللي اصلها صعيدي، خلي كده حد كده هو جاي من المنوفيه او من الشرقيه او من الفيوم يجيب لك كده ايه كيلو ولا 2 كيلو حليب، وشوفي بقى طبقه سمنه فوق، طبقه قشطه قد كده. عشان كده ولا كنا زمان بيضيفوا الجبنه، يا ساره انت بتقولي عامله صينيه مكرونه زي بتاعه تيتا، هي تيتا بتاعتك كانت بتضيف جبنه كريمي؟ لا طبعا، كان اللبن بخيره، كان اللبن بقشطته، كان اللبن بحلاوته، فالوضع كان غير. كده معايا بدا يشكل معايا اهو، هنضيف بقى كوبايه الكريمه. فالناس اللي تعرف تجيب اللبن اللي بخيره ده ولا تستخدمي اسمعي منه ولا اي حاجه، لكن اللي ما عندهاش تحول تعوض بقى كوبايه كريمه. طب اللي ما عندهاش كريمه طبخ، ده كريمه الطبخ دلوقتي برقم يا ستي نص، يعني عوضي الكوبايه دي انك تزودي على المقدار نص كوبايه حليب ومعلقتين كبار قشطه. يا ستي ما عندكيش قشطه، معلقتين كبار سمنه بلدي لو وحشك الطعم بتاع زمان. بصي احنا بنقلب كده وريحه بقى اللحمه ظهرت وعامله حوار، عامله مشكله. معانا تليفون، معانا استاذ يوسف. الو، يا حضرتك يا ستاره، ازيك يا استاذ يوسف؟ اهلا بيكي. عامل ايه؟ بحبك والله وبحب وصفاتك كلها. احبك الله. الله يخليك يا رب. ايه جميل جدا المكرونه اللي بالبشاميل اللي حضرتك عاملاها النهارده دي، انا بحبها جدا اصلا، ومتابع كل الحاجات اللي حضرتك بتعمليها، وانا اصلا مغترب فبعمل كل الاكلات اللي حضرتك بتعمليها ديت ومش مكلفه خالص. اهلا وسهلا، شرفتنا ونورتنا، وانت تابعنا واعمل كل اللي انت عايزه. انت كل اللي انت عايز تعمله اعمله. قول لي بقى، في حاجه معينه عايزني اعملها لك؟ في اي وصفه معينه، حاجه معينه، بما انك مغترب وداخل علينا رمضان، في حاجه كنت بتحبها بريحه ماما او بريحه تيتا نفسك تعملها انا اعملها لك؟ عايز اتعلم طريقه الكوارع. الكوارع؟ ايه الدخله التقيله دي يا يوسف؟ ايه الدخله التقيله دي؟ عينيا. انت عايزها بقى بالشوربه ولا بالصلصه؟ لا بشوربه. بشوربه؟ اه. انتظروا طريقة عمل كوارع علشان يوسف انت تؤمر. شكرا على مكالمتك ومداخلتك. على فكرة بيجي لنا مكالمات كتير من بره مصر، ويا جماعة ده ليه بقى؟ ليه بيجي لك مكالمات كتير من بره مصر؟ لأن انتوا عارفين البيج بتاعتي أول ما بدأتها كنت بتجه دايما لوصفات للمغتربين. الشباب اللي بتبقى مسافرة بره دي ولا معاه بقى بابا ولا معاه ماما ولا معاه أخته وعايز ياكل أكلة حلوة، وعايز أقول لكم اللي بيشتغلوا بيه بيدفعوه إيجار، محدش عارف حاجة، أنا اللي عارفة. اللي بيشتغلوا بيه بيدفعوه إيجار ويشتروا أكل فاست فود من بره، لكن أنا بقيت أعمل لهم مكرونة بالسجق، مكرونة باللحمة، مكرونة بالكفتة، طب طاسة سجق، طب طاسة لحمة، طب طاسة مش عارفة إيه. فبدأ يبقى ليا قاعدة من الشباب المغتربين اللي هم داخلين عنصارة عشان ياخدوا وصفة كويسة ويعملوها. بصوا البشاميل معايا ما شاء الله هو بدأ يتقل ويديني القوام بقى الفظيع وريحته عامله حوار. احنا انت يا ساره قلتي اللي انت هتضيفي ورق لورا فين؟ نسيت، بس احنا لسه فيها. ادي ورق اللورا وادي المستكه الفصين. عايزه اقول لك الفصين دول بياخدوا البشاميل في حته ثانيه خالص. احنا كده خلاص مكونات المكرونه معانا جاهزه، اللحمه اهي، بس انا عايزاها تستوي كمان شويه واتاكد انها دخلت في استوى تماما. ومعايا هنا ناقص بس كده مكعب المرق او المرقه الفوريه. طبعا المرقه الفوريه بتكون افضل في البشاميل لانها بتدوب اسرع. ما عندكيش ولا يهمك ولا اي حاجه، استخدمي ايه؟ مكعب مرق. هنقلب كده. بصي بقى اوعي دلوقتي تلاقي لسه ما مسكش معاكي فانت خلاص هتزودي بقى الدقيق، اوعي. لا انا عايزاكي تصبري لما يغلي ويعمل البابلز، هنا تقدري تحكمي عليه. وانا عايزه اقول لك ان المقدار ده زي ما انا قايله لك هتشوفيها هيظبط معانا، ومش هنزود اي حاجه، وبس ياخد حقه في التسويه. نقلب كده كويس علشان يستوي معانا ويبقى ايه تمام. كنت عايزه اقول حاجه تاني والله يا جماعه مهم قوي تخص موضوع البشاميل عشان ابقى لميت لكم كل حاجه. يعني احنا اساسي عندنا المكرونه بشاميل طبعا في رمضان، عشان كده الفتره دي بجهز لكم بقى التفريزات وبجهز لكم بقى المخللات. يعني استنوا مني موسم، لان ده طبعا هيكون اول موسم رمضاني ليا، يعني اول مره هطلع معاكم في رمضان، فاستنوا مني موسم قوي جدا. هنعمل مع بعض كل الاكلات بالحلو. انا جايبه لكم طريقه كنافه ولا شفتوها ولا هتشوفوها، جايبه لكم طريقه جلاش كده بالفستق الكذاب يا لالالي، وجايبه لكم الخشاف. وبكره ان شاء الله هتبقى اول تفريزاتنا رمضان، بكره ان شاء الله مجهزه لكم التفريزات. بصي البشاميل بقى معايا بدا يتقل، وهو ده القوام اللي انا عايزاه، حاجه يعني روعه الروعه. والريحه بقى ما اقولكيش، بس انا عايزاه برضو على النار 3 4 دقايق كمان، مفيش اي مشكله ان احنا ايه نجمع الصينيه في الفقره الجايه.